قياس ورصد النفقات الاجتماعية عندنا بالأردن وجدنا أنه مهم جدا لأنه بيلتقي مع أولوياتنا وتحدياتنا الوطنية. كيف بيلتقي؟ أولا لأنه إحنا بالأردن عندنا عجز مستمر بالموازنة العامة منذ سنوات. عجز مستمر بالموازنة العامة، أيضا في عندنا انخفاض في النمو الاقتصادي بالأردن. اليوم النمو الاقتصادي بالأردن حوالي 2%، 2% بتحكي إنه مش مستوى كافي لدعم الإيرادات، الإيرادات تعتمد على النمو. وبالتالي لما يكون في ما في يكون ايرادات عامه، هذا الحكي بيفاقم العجز كمان مره. العجز ايضا وجوده يؤدي الى زياده الدين العام للبلد، وبالتالي زياده خدمه الدين العام وزياده الاقساط والفوائد اللي بدها تندفع لقضايا غير تنمويه ما بتعود على المواطن. هذا الحكي كله جعلنا نفكر انه ليش ما انه نكون جزء من قياس كافه التفاصيل المتعلقه بالنفقات الاجتماعيه.